تواجه كاليفورنيا خطر حدوث فيضانات غدة عاصفة جديدة، ما أدى إلى إصدار أوامر بإخلاء مناطق عدة شهدت شتاء ماطرا إلى حد كبير في الأسابيع الأخيرة. وهذه الأمطار الناجمة عن منخفض دافئ إلى حد ما يمكن أن تتسبب بذوبان جزء من غطاء الثلج الاستثنائي الذي تراكم في الأشهر الثلاثة الماضية. وحذرت دائرة الأرصاد الجوية الأمريكية من أن هطول أمطار على تربة مشبعة بالمياه وعلى كتلة الثلج الكثيفة سيسبب فيضانات كبيرة. يأتي ذلك فيما وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعلان حالة الطوارئ في كاليفورنيا لتسهيل تلقي المساعدات من الدول الفيدرالية.